مرحبا، أنا كريس بيرنز في حلقة جديدة من ذا نتورك. نختار لكم قضية نخوض في جوهرها، وضيوفنا لديهم 25 ثانية للإجابة عليها. أطاحوا بحكام العالم العربي، احتلوا وول ستريت والشوارع الرئيسية في مختلف أنحاء العالم، تظاهروا في مختلف أنحاء أوروبا بعدما تضرروا بشدة كالإندجنادوس من جراء الأزمة المالية، طالبوا بسماع أصواتهم. هم الجيل واي، ولدوا ما بين 80 و90، يرغبون في تغيير العالم كمواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية، ترعرعوا مع الإنترنت وتطوروا مع التكنولوجيا أكثر بكثير من الجيل إكس الذي ولد ما بين 60 و70، الذين كبروا مع وسائل الإعلام التقليدية. سمحت لهم شبكات التواصل الاجتماعي بفرض وجودهم، ولكن إذا كانوا يسارعون للتكيف مع تعلم مهارات جديدة، لماذا يمثلون 45% من العاطلين عن العمل، خاصة في إسبانيا؟ كيف يمكنهم الاستفادة من الطاقة والابتكار وروح المبادرة؟ وما هو العالم المثالي الذي يحلمون به؟ وما هو الدور السياسي الذي يلعبونه في البلدان الأوروبية؟ الآن ضيوف حلقة The Network، أميليا أندرس دوتر، تبلغ من العمر 24 عاماً، هي أصغر مفوضة هنا في البرلمان الأوروبي في بروكسل، درست علوم الرياضيات في الجامعة قبل أن يتم انتخابها كعضو في حزب القراصنة السويدي. معي أيضاً ميغيل أونجيل الذي شارك في حركة إندجنادوس، يعمل أيضاً في مجال السياسة في مجالات التنمية الدولية وحقوق المرأة والصحة. ومن جنيف معنا أيضا جيرونيمو كالديرون، رئيس U4IA، مؤسسة اجتماعية مقرها جنيف وسويسرا بوليفان، واحد من المنتديات الاقتصادية العالمية. أرحب بكم جميعا على The Network. دعوني أطرح السؤال الأول عليكم، والبداية مع أميليا. كيف ترين جيل واي؟ هل هم مختلفون عن جيل إكس وجيل بيبي بومرز؟ جيل واي نما في عالم يتسم بالعولمة أساساً، وهذا يختلف عن الجيل إكس على حد سواء ومواليد بيبي بومرز. العالم الآن عبارة عن قرية صغيرة جداً بسبب وسائل الاتصال، وأيضاً مع هذه الحركات الاحتجاج التي انتشرت على مدى العامين الماضيين، الناس يتعاونون أكثر بكثير مما كانوا عليه في سابق عبر الحدود. حسناً إيميليا، جيد جداً. إليك الآن ميغيل. مرحبا كريس، أعتقد أننا الجيل الذي يدفع ثمن هذه الأزمة، ونحن لا نجد أي وسيلة مجدية للمشاركة وتغيير الأمور، وهذا هو السبب في أننا ذاهبون إلى الشوارع والتعبير على أنه لا يمكننا العمل بهذه الطريقة. جيرونيمو، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ الناس يخرجون إلى الشوارع في مظاهرات، جيلهم في الشوارع، ما هي أوجه الاختلاف بينه وبين الجيل إكس وبين مواليد بيبي بومرز؟ الجيل واي يطرح السؤال لماذا إلى هذه النقطة بالذات، لدرجة أنه لا يشير بأصابع الاتهام إلى عدد كبير من الناس ويقول إن هذا هو خطأهم، وعوض ذلك يشير إلى نفسه ويتساءل عن مساهمته في المجتمع. حسنا جيرونيمو. ميغيل، باعتبارك إندجنادو، كيف تريد تغيير العالم؟ الآن هو سؤال كبير، فهناك مسائل سياسية وثقافية وبيئية واقتصادية، اختيار واحد ربما نعلم من خلاله كيف ترغب في تغيير الأمور. أولا وقبل كل شيء، نحن في حاجة إلى صوت مسموع، تشخيص من خلال السياسة التقليدية والنظرية، فالأغلبية لا تعمل بالتناوب. نحن نريد تطوير الديمقراطية القائمة على المشاركة، حيث يمكن أن يكون لنا رأي. أميليا، هل الأمر يتعلق بالسياسة؟ أنتم تعملون في السياسة الآن. ما نحتاجه فعلا في المؤسسات هو المزيد من الشفافية وخلق سياسة واضحة. كلما كانت القواعد المستخدمة نسبيا تتركز على الجغرافيا، كلما كانت تماما واضحة بسهولة بفضل هذه الشبكة العالمية المتمثلة في الأنظمة واللوائح الأوروبية والدول القومية واللوائح المحلية، وهذا يحتاج للبساطة. وأعتقد أنه حتى بالنسبة للمواطنين في دولة ديمقراطية لا يملكون لمحة عامة عن النظام وكيفية مساعدته. حسنا جيرونيمو، الشفافية هي الكلمة المفتاح، هل تراها كمحاولة لتغيير العالم كما يراها الجيل واي؟
أتفق مع ما قاله ميغيل، نحن لا نحتاج فقط لصوت، نحن بحاجة فعلا أن يكون لنا موقف حيث لدينا نصيبنا العادل في صنع القرار، وأعتقد أننا لم نعد بحاجة إلى الانتظار للحصول على نتيجة، بل نحن بحاجة فقط لخلق مكانتنا بأنفسنا. لقد قمتم بالفعل بخلق هذا المكان على الشبكة العنكبوتية. ميغيل وإندغنادوس استخدموا الشبكة الاجتماعية للقيام بذلك. كيف ترون قوة الإنترنت والشبكات الاجتماعية في المستقبل من قبل أناس مثلكم؟ بدءا من السؤال الأول، هذا الجيل لا يتلقى جميع المعلومات من الأحزاب السياسية ومن النقابات العمالية. نتواصل أفقيا، نتبادل رسائل البريد الإلكتروني بين الأصدقاء ومن خلال الفيسبوك، وهذا يخلق نوعا مختلفا من العملية التي نريد لتسهيل وتحسين الأمور حتى يتسنى لنا كمجتمع أن نجتمع معا ونتحاور ونتناقش معا. عليه ندعوكم للمشاركة في مناقشاتنا. ألا تشعرون بالإحباط إزاء حدود الشبكات الاجتماعية؟ تحدثتم عن هذا النوع من التواصل الأفقي، أي بدون قادة ومتحدثين مثلكم، ولكن هل هذا يكفي حقا كحد لشبكات التواصل الاجتماعية التي تحاول ترجمة ذلك إلى قوة سياسية؟ حسنا، هذه ليست سوى أداة، ما نحتاج القيام به هو ترجمة هذا الاتصال الأفقي ليس على الشبكة الاجتماعية ولكن في السياسة، بحيث تصبح السياسة بديلا حقيقيا للاقتصاد. كيف يمكنكم ذلك؟ على المستوى العالمي كان إنجازا كبيرا للتداول، كما رأينا مع كل الحركات القائمة بالاحتلال، وبدأنا في إنشاء هذا الوعي والناس بدأوا بتفعيله، وكما أثبتنا ذلك في 15 من أكتوبر المنصرم، 1000 مدينة خرجت إلى الشوارع. لقد خلقنا هذا النوع من الشبكات. اسمحوا لي أن أتحول إلى إيميليا. الآن نحن في وسط هذه الأزمة المالية، كيف يرى الجيل واي نفسه؟ إلى أي حد أنتم ضحايا؟ هل هي فرصة ربما للتكيف؟ لقد رأيت دوما الأزمة الاقتصادية كفرصة، باعتبارها فرصة لتطوير المزيد من أوروبا وخلق أطر جديدة مثل إيسلندا، حيث استخدمت في أزمتها الاقتصادية في العام 2008 لبناء إطار المعلومات الجديدة في إيسلندا. حسنا، يمكننا القيام بالأمر ذاته في أوروبا. أعتقد أن هناك الكثير من المشاعر على طول هذه الخطوط في صفوف شباب. جيرونيمو، كنت تعمل مع الكثير من منظمات الجيل واي، كيف ترونهم في سوق العمل؟ ما أعتقده هو أنه أصبح أكثر وأكثر أهمية. نحاول تعزيز انخراط الشباب أثناء دراستهم في المشاريع الاجتماعية والبيئية، حيث يمكن الحصول على هذا النوع من الخبرة التي يمكن أن تأخذ على نوع من المسؤولية، في حين يمكن تعلم المهارات التي يحتاجونها للحصول على هذا النوع من الوظائف التي يبحثون عنها. بعض الشركات تشعر بالقلق من الجيل واي، يسمونهم نجوم العمل ويسمونهم بالصيانة العالية والطاقة عالية على الرغم من ارتفاع الناتج. كيف تردون على هذا الانتقاد ميغيل؟ الواقع لتغيير الوضع في مكان العمل. أولا، نحن نحتاج إلى تغيير من أجل حل أكبر القضايا على المستوى العالمي والشركات الدولية ودفع الضرائب، حيث أنهم يدفعون أقل ثم يخسرون بعد دفعها، ونحن بحاجة لفرز التجارة الدولية. أميليا، كيف تنظرين للاتحاد الأوروبي على أمل ربما تغيير ظروف الجيل واي في محاولة لمنحهم نظرة وفرصة للحصول على وظائف؟ ما نحتاجه هو المزيد من التداول والاتصال والتفاهم على المستوى الأوروبي. ماذا تعنين بذلك؟ كيف ذلك؟ ما الغرض منه؟ نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على الاستمرار سياسيا في بروكسل، ونحن بحاجة إلى أن نكون قادرين كذلك على حكومتنا الوطنية في بروكسل على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية التي يتخذونها. العام الماضي تميز بالتقاعس في مواجهة الأزمة. السؤال الأخير لجيرونيمو، هل ترى أن الجيل واي نجح في الوصول إلى أهدافه؟ ما هي أهدافكم الرئيسية مثلا؟ أعتقد أن سؤالك الأول هو ما يجعلنا مختلفين عن الجيل السابق، وأعتقد لأنه حافظنا على هذه المثالية لأننا لم نفقدها بعد. علينا أن نجد طريقة مختلفة حتى يستطيع الجميع المشاركة وتغيير الأمور، وخصوصا في الاتحاد الأوروبي. علينا القيام بالمزيد من المجهودات للوصول إلى نتائج حسنة.
شكرا لك إيميليا، شكرا لكم جميعا على هذه التوضيحات. أود أن أشكر ضيوفنا إيميليا أندرز دوتر، ميغيل أونجل وجيرونيمو كالديرون. أنا كريس بيرنز، أضرب لكم موعدا في الحلقة المقبلة من The Network.